أكد الرئيس السيسي أن المنطقة تمر بالكثير من التحديات التي لها تأثير كبير على مصر. شدد الرئيس السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية على ضرورة الاستمرار في سياسات الاتزان الاستراتيجي التي تنتهجها مصر تجاه القضايا الدولية والإقليمية. احنا في مرحلة فيها تطور كبير جدا يمكن تمس منطقتنا. ففي المرحلة دي اللي هي بتمس منطقتنا احنا محتاجين ان احنا نتكلم مع بعض اكتر، لان احنا ممكن نجابه اي تحدي خارجي ونتعامل معاه ونقدر يعني نتجاوز مخاطره، بان هنا يبقى الكتلة مصر، الرأي العام، الناس، المواطن البسيط زي المواطن يعني كل الناس، كل شرائح المجتمع، ان هي تبقى فاهمة ان في المرحلة اللي احنا موجودين فيها ديت مش عشان الاقتصاد بس، لا لا، لان احنا بنمر بمرحلة يعني فيها تطور كبير جدا في الدنيا اللي احنا بنعيشها، في منطقتنا وفي الاقليم وفي العالم، واكيد هيبقى ليها